بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذا أخونا مازن من مصر عنده في رأي أو كاس أو تشريح في فرنسا، تشوف فيها يعني كاش سيارات جديدة يعني كاملة، ما بما أنهم يعني يأخذوا منها كان القطع غيار اللي يحتاجوها والباقي يرمون. فهو ما يعني تعرف علي حتى هو في القناة وتعاون معي بارك الله فيه، وبعث لي مرة كونتر للميغان سينيك متاعي، وهو يعني يتشرف بكم إذا كان في حد يكون يحب يشري قطعة أو يحب يشري سيارة مستعملة، يبيع حتى سيارات مستعملة كاملة. تو نحط لكم الواتساب متاعه أو الفيبر متاعه في القناة في تحت الفيديو، نجم يتصل به ويبعث له حتى القطعة للمكان اللي هو يسكن فيه يعني، وأسعاره يعني باهي يعني مش غالي وخدوم يعني. إن شاء الله تنفعكم حالات كما هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. النهاردة هوريكم حاجة يمكن أول مرة تشوفوها أو ممكن شفتوها قبل كده، بس يعني حاجة بتبقى نادرة شوية. عربيات طبعا بتتكسر هنا في فرنسا لما بيكونوش عايزينها، فبيكسروها عشان ايه ياخدوها يعني. فانت هتشوف العربيات وهي بتتكسر ازاي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. دي سينك دي اللي بياخدها دلوقتي. انا طبعا واخد منها القطع الغيار يعني على قد ما انا قدرت، وفي عربيات ما خدتش منها قطع غيار وارميها كده مش عايزها يعني. فانا دلوقتي بنظف المكان عشان اجيب عربيات تانية اشتغل فيها يعني. طبعا الجو برد جدا وانا قاعد في العربية، مفيش شتاء ولا فيش تلج بس الجو برد يعني تقريبا 1 تحت الصفر درجة الحرارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشتريت عندي سينيك دو، الموتور بتاعها في حاجة، فحبيت اشارككم معايا فيه، واتمنى ان الفيديو دوت ينفعكم. انا طبعا عارف المشكلة ايه، هدور دلوقتي العربية هدخل منها ونسمعكم صوت الموتور. وكمان عايز اعمل حاجه